أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء باردة في المنطقة الشمالية بسبب كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تتأثر به منطقة بلاد الشام. هطلت زخات خفيفة من الأمطار في منطقة الجوف، كانت عبارة عن بعض الزخات الثلجية الخفيفة فوق جبل اللوز خلال ساعات الصباح الباكر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول موجة الغبار المتوقعة أن تتشكل بسبب هذه الكتلة الهوائية الباردة، وموجة برد شديدة أيضا متوقعة أن تبدأ خلال الساعات القادمة تحديدا ليلة الأربعاء على الخميس وتستمر لعدة أيام، ورياح الصبا أيضا تهب على جدة اعتبارا من يوم الجمعة. سوالق مصطنعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم العالية بدون فعالية فوق المنطقة الشمالية الشرقية أجزاء من المنطقة الشمالية، بينما انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة المرافقة لمنخفض جوي متمركز فوق شرق البحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام، عملت على هطول زخات خفيفة من الأمطار فوق منطقة الجوف، كانت هنا عبارة عن زخات خفيفة من الثلوج فوق جبل اللوز. نذهب الآن إلى خرائط أو لهذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لموجة الغبار المتوقع أن تتشكل من المنطقة الشمالية ثم تنتشر خلال الساعات اللاحقة والأيام اللاحقة نحو العديد من مناطق المملكة، حيث تندفع كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ مرافقة للمنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا فوق شرق البحر المتوسط. يبتعد هذا المنخفض الجوي ليحل محله المرتفع الجوي السيبيري مجددا تندفع على إثر الكتلة الهوائية الباردة أو شديدة البرودة. تعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة الغبار ومثيرة للموجات الغبارية اعتبارا من نهار اليوم الأربعاء وانطلاقا من المنطقة الشمالية على أن تشمل المنطقة الشرقية والوسطى والعاصمة الرياض ثم لاحقا المنطقة الجنوبية خلال الأيام القادمة أي خلال عطلة نهاية الأسبوع. بالتزامن مع وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أيضا أن تنشط رياح الصبا فوق القسم الشمالي من سواحل البحر الأحمر وتشمل مدينة جدة، تعمل أيضا على إثارة الأتربة والغبار. نبقى نتحدث عن درجات الحرارة المنخفضة وموجة البرد الشديدة المتوقعة أن تبدأ على المملكة خلال الساعات القادمة، حيث تندفع كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة نحو شمال المملكة. تعمل انخفاض كبير على درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل تكون حول الصفر إلى ما دون الصفر مئوي في منطقة الجوف وتبوك والحدود الشمالية، ثم لاحقا تمتد نحو المنطقة الوسطى والشرقية لتشمل حفر الباطن وحائل والقصيم، ثم لاحقا الدمام والعاصمة الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم لاحقا المنطقة الجنوبية. كما ذكرنا هذه الموجة الباردة تترافق مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار والمثيرة للموجات الغبارية التي ستعمل على تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. هذه الموجة الغبارية ستنشأ بسبب نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية المرافقة لاندفاع لهذه الكتلة الهوائية الباردة. تبدأ من المنطقة الشمالية اعتبارا من يوم الأربعاء، تصل المنطقة الوسطى يوم الخميس، ثم لاحقا خلال عطلة نهاية الأسبوع تصل إلى المنطقة الجنوبية. أثناء حركة هذه الكتلة الهوائية الباردة يتوقع أن ينتشر ويتسع المرتفع الجوي السيبيري ليغطي أغلب مناطق الجزيرة العربية، مما سيعمل على اندفاع لرياح شرقية هنا فوق السواحل الشمالية والوسطى من البحر الأحمر، هي رياح الصبا أو ما يعرف محليا برياح الصبا التي ستعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية يوم الجمعة تشمل مدينة جدة بإذن الله. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يكون الجو مغبار 12 درجة مئوية، الملموسة 10، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية نشطة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الخميس أتربة مثارة وغبار 18 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 5 درجات، يوم الجمعة 16 إلى 6، ويوم السبت 17 إلى 7 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.